عليكم. الحبوب اجور السلام سلمك الله. الحبوب فراس مساك الله بالخير. اجورين الله حيهم. كيف انتم؟ كيف الحال؟ الله يسلم. طيب البقاء مرحبا. كيف انت بري؟ الله يسلمك. شلو؟ هيا مناص عزاك. طيب جاي من بدري ولا قلبه فيه والامور طيبه. ابشرك جيت لقيت اصحاب ال اصحاب ايش؟ اي والله لقيت شيبان لها اصحاب اللي في ذمه. ايوه اصحاب لك لقيتهم اليوم مع الباب. لا ادور دلين الرجل يفطروا معه. والله يذكرونك بالعلم الطيب. من بكره يوم وياه يوم الجاهليه لقيت الشاعر لا الشاعر عبد الله بن سويلم الغامدي. لقيت الشاعر محمد بن حوقان. ابن حوقان جاء؟ الله صادق؟ اي والله. الزير موجود ولا بدون؟ لا لقيته منه ولقيت ابو سعد والله منه غامدي ولقيته والله من الجزاله عند ابن حوقان بدون سعد. أيوة والله والله لقيت شعار رجال الله علي منه. يا ولد ما شاء الله عليه. والله لو دريت والله لو اني داري لقيه. اقسم بالله انه مبدع بدر الحسين فقرته صح؟ حلوه. يا ولد تدري قبل كم من جايب؟ حلوه والله انه مبدع. تدري من جايب بعد؟ مهدي بن مسفر الاحبابي وجايب يعني نخبه. انا لازم نشوف جايب وش اسمه؟ ابن سحماء. ابن سحمان والله انا مبدع. كنا من ايام البزنس وانا اشوف ضيوفه ما شاء الله تبارك الله. والله لا يضرها بدر الحسين. والله انه بطل علاقاته طيبه. والله انه مبدع. هذا بدر الحسين. والله انه مبدع. وابن خاتان الاكلبي كلهم لك سبحان من اعطى الاكلبي قبول. هذا قابل اللي يجي احيانا هذا قابلها الله. وبدر الحسين ومحبوبين. والله ما بعرف وين بتروح؟ طيب اروح لك. لا تكلم. اشرب لي ماء ولا تبكي على اشرب لي ماء. يقول كذا اشرب لي ماء. خليني انقز هنا. يلا حي ابو فراج. الله يبقيك. شلونك؟ طول عمرك. ايش اني عن شايب؟ على ما تحب نحكي. تعال بلا انت ترى فيك مشكله. لبيك. لا فتحت بث اخذت لك 3 ساعات ترحب وربع ساعه تلعب بجولات وتقفل. انت شو يضحك انت ثامر؟ ذبحتني يا اخوي. اطلبك برحبهم ويفصل. يفتح بث 3 ساعات. يرحب ارحبوا يلا حيهم طيبين. يلعب 10 دقائق جولتين ويقف يرجع يرحب. انت تحب تسولف يرقد تحب تسولف ولا تحب تدخل استاد؟ صدق اذا فتحت البث والله انه شوف استاد هو معاه وسؤال ولدي يسولف. انا والله احب اسولفك. طيب وانت؟ قبل كنت احب اسولف الحين لا والله احبك استاد. ما في جاء واحد مثلك. لا قلت فلوس قلت فلوس. لا انا ما يمنع انك تفتح انك العب بالستات وتسولف. واللي بيدعمك بيدعمك حتى وانت تسولف. انا اقول لك تقدر تسولف بالستات داعم بيضه بس انت والله خطير يا ابو الراعي. اني وانا اسولف 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 شوي الا الاسد من برا ما يمشي. شوف انت والله صرت خطير الحين. لا يا رجال والله صرت خطير. والله لعبت مع تحدي رسمي ويجيك يا ولد يروح سكوره شوي ابحق. يا ولد ما انت بسيطه انت بسيطه. كنت جبت التبول بسوالف. ما هو بالحالك اللي يجيك جوالات امور هذه وين؟ والله ايه والله مجاك امور ذا هذا افضل توب وانت افضل وانت بدون سياحه ولا شيء. قد خذيته وانا في لندن اطبخ والله ازيلي كرك وبحث واسولف عليهم واسوي لي كرك. ويدخل ذاك فلان من شوي حط على الكويت ويدف سكور ويدف ما في شيء مشكله. انا قاعد اسولف ازيلي كرك الين طلعنا التوب الاول. بيض الله وجهك بس وش عشان تدعمني؟ قال ما انتم عيني كنت داخل عليك انا وسودي. مرحبا ومسك الله نابك. اي بعظم توفيق. هذا واحد جبته وانا سولف. ومره انا وركان اخوي صلاه المغرب فتحنا بث واذن المغرب. يوم اذن المغرب قلت انا بروح اصلي انا وركان بخلي البث شغال. اتحداكم ارجع والقى القاني التبون. بروح اصلي ب 10 دقائق قبل رجعت الا التبون. دعمه هو. ادعي ادعي اي وادعي وانا اصلي. والله يا رب 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 يا اللي ما تفتح حتى الهدى لازم تفتح بث. انا افتح بث والله لا افتح بث يا احنا في بث اذكر قد جيت رحت من بدوده. وين شوف لا فتحت بث بعد البرنامج. وين بعد البرنامج مو الحين بعد البرنامج كل واحد يدخل يدعمك بس بعلمك بالنظام. يلا سولف تربع كذا حطه قدامك وسولف. انا بس كذا عشان سوالف عفويه. اي سولف عن القديمين وعن مواقفهم والمواقف زد حصلت عليك. والله قد جاني مواقف هناك. والله صدقني انت طلع التبول. يبون السوالف القديم يبون الرجال اللي يسولف يعلم. احنا مثلا بعض الاحيان ترند وما ادري ايش يسمونه. وبعدين فيها ترى ما هو بس سول فيها باعر بعد يدعمون فيها. ايوه قدري انا اللي يرسل لي الاسد ويرسل لي القافله ذي حقت البلد. احسن اثنين عندي.
لا والله امس مع عمر جاني دي اول مره اشوفه. شو اسمه؟ ما اول مره لكن علامه التيك توك. علامه التيك توك ادراك اكثر من اكثر من الازرق ولا الاحمر؟ لا القوي منها هي اثنين. كان انا الاحمر اقوى. كان ابو الراجل ذا والله ما ادري اقوى من الازرق. انا امس نلعب مع شو اسمه مسعود مشعبول وحي داب بشير بسعدك داب لعبتي كانوا يسموني في البزنس الداب. حط لنا من سمه شوي. حط لنا ابو ابو ناصر ابو ناصر الحين حط لنا من سمه شوي. عندنا حط بعلبه خلني بسوي الحين بسوي مقلب واحد. لا على المطار هلا امطر عليك الله السحاب اللهم اغثنا يا رب العالمين. كم يرعد من عاصفه تبرق ويترعد القريان. ثاني يوم ابو متخيل الاسد ليش الناس يحبونه واجد؟ انه جميل. لا بالله انا احبه عشان يذكرني ابو متخيل. لا لا انا ما انا صدق احب الاسد عشان يذكرني واحد من اول عمي انت تفضحك لغه الاشاره. فايدته شوي مو واجد 70% ياخذون. لا تسد كم الاسد يشحن الشخص ب 1900 900 ب 1900 طيب ها انت تجيك 400 ريال لا اكثر اقل. لا 400 اكثر لا اقل والله اكثر والله 400 ياخذ التوب تك منها 70% صح 70% بس لو اخذت التوب 1 ياخذ 50 بس وانت 50. طب التوب الثاني ضبط التوب الثاني ما اتوقع له شيء. لا لا انا لاني انا قد اخذت التوب الثاني. انا اخذت الثاني قبل امس نايف الاول والثاني. لا ما فهمت مو بانك تجي التوب خلاص تثبت في التوب اذا انتهت الساعه. الساعه الحين شفت اللي يجيك يقول تخيل واحد انا التوب 1 سماجه ترى التوب 1 متى تاخذها؟ اذا انتهت الساعه كامله وانت التوب 1 ساعه صح؟ يجي عند اسمك تخيل باقي على الساعه دقيقتين اوكي اجي حلو جيت انا خذيت التبون يحسب صدق والله لو باقي ثانيه واحده اوه يعني مثلا علي اللبدان التبون من 4 تمام الى 4:59 دقيقه حد انا اخذت وين جيت الدقيقه الاخيره ذي اخذ التبون اليوم تحدى كف والله حليب قلت حدا الله كريم حدا انا من دونك الدعمين تجهز والله فتحت بث اسطوري اليوم ايتو هايش ايه داب